بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، عدنا للجولة الثانية من مباراة الوداد والنهضة بركان. جولة أولى انتهت بالتعادل هدفان في كل شبكة. إذن سنعيش وإياكم الإيقاع الجولة الثانية بعد لحظات هنا بمركب محمد الخامس، واللقاء الذي يلعب رسم الجولة 11 من الدوري المغربي الاحترافي. عبد المولى بن رابح، هل يكون بديل يوسف المريني في الجولة الثانية؟ إذن هنا يوسف المريني، وحديث مع العاطفي عن اكيد معطيات الجولة الثانية. فريق نهضة بركان تقدم في النتيجة مرتين، فريق الوداد عاد بالتعادل جوج المناسبات، كان متأخر أمام فريق نهضة بركان. فريق الوداد يعود لرقعة الميدان لاستئناف الجولة الثانية. كيف ستكون ولمن ستقول؟ هنا اللاعب كوناتي محمد عمر، ياسين الرامي في حديث مع الطوشي. ياسين الرامي اللي حاول انه يبعد كرة المقربة من الحارس المياغري، بالتالي ارتكب خطأ لاصبح هدف، وعاد فريق الوداد في النتيجة هدفين في كل شبكة عن طريق هذا اللاعب مالك هنا، عن طريق اختراق بعد تمريرة الكرتيف. هدف التعادل الأول، والهدف ديال التعادل الثاني كان عن طريق ضربة جزاء للحكم سمير القزاز. فيما أمين الكاس هو اللي افتتح التسجيل بالنسبة لفريق نهضة بركان، وسورنان غامامادو سجل الهدف الثاني أمامنا على الشاشة. 45 دقيقة متبقية من عمر هذه المواجهة وهذا النزال. هل ستبتسم لأحد الفريقين في لقاء مفتوح على كل فريق بإمكانه أنه ينتصر في هذه المواجهة؟ هكذا وضحت لنا معطيات الجولة الأولى، وضحت لنا الأمور أكثر. ربعة ديال الأهداف، لقاء قلت مفتوح، ممكن نشوفوا فيه أهداف أخرى، ممكن يعطينا منتصر ومنهزم في هذه المقابلة. كرة أمامية وسط الميدان تعود من جديد عن طريق كوناتي. مرة أخرى محمدينا ترفع الكرة في التماس خالقي. رامي هاتوشي، رامي هاتوشي، طيب دور كبير في الدفاع اللاعب أمين هاتوشي. فتح سعيد فتح، كوني كبر الكرة مبعدة من الدفاع، كترجع مرة أخرى عند بكاري كوني. فتح فتح في الجهة اليسرى، كيمرر عند ولجي، ولجي كيحاول التمرير وتدخل من الرعدوني والتماس. تلعب كرة بسرعة سن عند الرامي، الرامي عند خالقي، تلعب كرة من جديد وليد الكرتي، يمسل في الجهة اليسرى الولجي. رابطات بين عناصر فريق الوداد، كتلعب كرة أمامية، هنا التغطية بالرأس، حاول الإبعاد مرة أخرى، وراه هجوم لصالح فريق النهضة البركانية في الجهة اليسرى. البحث عن التمرير في اتجاه سورونانغا مامادو، هناك راية وتسلل، يقول الحكم اللاعب مامادو لاعب الإفواري. توشي فتح يرفع كرة، فتح الجهة اليمنى
راسية رجع من جديد، حاول عن طريق اللعب أمين الكاس كعبد الله كورتو وخطأ يقول الحكم. سمير القزاز طبعا التدخل ديال اللاعب مراد المسن او مراد المسن فيه خطا عندما كيقول الحكم. عبد الله هو في التنفيذ يلعب كره دائريه مبعده من الدفاع، كترجع مره اخرى عبد الله يحاول انه يراوغ كيمر الكره عند كاس. هناك عوده الخالقي، تمريره تلعب من جديد عند عناصر فريق الوداد هذا المره. الكرتي الكرتي كيمر الكره تلعب اماميه من الدفاع رامي خالقي. كرتي كوني كوني تمريره لكن بعيده تصبح في التماس. في التماس خالقي تماس اخر. يوسف مريني يواصل تعليماته عبد الرحيم طالب كذلك جيدا مدى اهميه نقاط هذه المواجهه. كل مدرب من المدربين يعرف ان الثلاث نقاط تعني الشيء الكثير في هذا اللقاء. فارق النقاط بين الفريقين ثلاثة نقاط كفارق بين نهضة بركان و الوداد. محمدينا تلعب كرة كتبعد عناصر فريق الوداد من الجهة اليسرى، البحث عن العرضية فتح كيرفع كرة وتدخل محمدينا. سراج كيمرر الكرة كتلعب في وسط الميدان طعام من الرامي راسية مبعدة مرة أخرى. الصراع وسط ميدان يتواصل، فريق نهضة بركان كيحاول أن يتقدم في النتيجة مرة أخرى. كرة أمامية مفتاح عند فابريس أونداما، أونداما عند مالكي فونا فرصة وتدخل وتدخل أحمد محمدينا. تدخل أحمد محمدينا في الكرة الأخيرة ثنائية جميلة بين فابريس ومالكي فونا. فابريس أونداما حاول يوصل الكرة لكن محمدينا كان بالمرصاد في الكرة الأخيرة. كرة من جديد لصالح فريق الوداد عن طريق تماس خالقي. يلعب كرة عند الكرتي كترجع وفيها خطأ كيقول الحكم. خطأ تنفيذ ياسين الرامي الكرتي الرامي تلعب كرة جميلة عند خالقي. الخالقي في الجهة اليمنى يبحث انه يخترق ويمرر كيمرر لكن اقرب الى احمد محمدينا. كتلعب من جديد لصالح فريق الوداد مقطوعة في وسط الميدان من المسن المسن كيراوغ طريقة جميلة كرة جميلة من مراد المسن وتدخل من احمد محمدينا. كره راوغ فيها الدفاع بطريقه جميله واخترق الدفاع وحاول انه يسجل لكن احمد محمدينا خرج خط المرمى ديالو. شوفوا الاعاده كان ممكن من زاويه اخرى حفور هناك صوره احسن لاختراق لمسن طريقه جميله والتدخل من احمد محمدينا في كره كان ممكن ان تكون هدف لصالح فريق الوداد. فريق نهضة بركان خروج باش يبحث على هدف في هذه الجولة الثانية، الشيء اللي خلاه انه يترك مساحة في خط دفاعه كيحاول عناصر فريقه وكيحاولوا عناصر فريق الوداد استغلالها. شوفوا الإعادة بالفعل هذه الصورة المسن راهو أكثر من جوج ديال اللاعبين وحاول انه يسجل بالفعل. التنفيذ لصالح فريق نهضة بركان
نفذ كرة عن طريق اسماعيل السردي، ينفذ التماس، كترجع مرة أخرى، محاولة من جديد، خطأ يقول الحكم. كرة أمامية كتلعب داخل منطقة العمليات، فرصة لصالح فريق نهضة بركان، كرة أخرى داخل منطقة العمليات كتمرر لكن كترجع لصالح دفاع فريق الوداد عن طريق اللاعب فتاح. كتلعب كرة عند مالي كيفونا من جديد، فابريس كيفونا عند مالي كيفونا، هناك محاولة لصالح الكرتي والتغطية الدفاعية من اللاعب اسماعيل السردي. لقاء أصبح مفتوح في الجولة الثانية بشكل واضح، محاولات من الطرفين. بطاقة صفراء، بطاقة صفراء لمصطفى كوندي. حكم أعلن لا أو شر بطاقة صفراء لأنه كان هناك تدخل في حق فابريس أوندام، ورجع الحكم للبطاقة. سيستأنف اللاعب من جديد عن طريق تماس كوني، يعيد الكرة لعناصر فريق نهضة بركان. لف التماس، تتلعب كرة مرة أخرى الجهة اليسرى عند الولجي. الولجي عند كوني المسن، كيمر الكرة في الجهة اليسرى، هناك تغيير مرتقب، يدخل عبد المولى بن رابح البديل بالنسبة لفريق نهضة بركان. جديد كرة عرضية، هناك تسلل يقول الحكم. عبد المولى بن رابح البديل اللي غادي يدخل في هذا الاثناء. عبد المولى بن رابح لمن لا يعرف قصة طويلة لهذا اللاعب، بديل مكان عبد الله الهوى. عبد المولى بن رابح اللي مضى خمس سنوات في لاماسيا بمعقل برشلونة، نادي اف سي برشلونة، كان هداف فئات العمرية الصغيرة. مولى بن رابح من إسبانيا قرر الدخول إلى المغرب، كانت بدايته فريق النادي القنيطري، بعد خمس سنوات قلت بنادي برشلونة الإسباني. هذه كمعلومة لا يعرف مولى بن رابح. محمدينا مولى بن رابح فأكثر من مرة بان على مهارات جيدة وحضور جيد الموسم الماضي رفقة فريق نهضة بركان. يعود مرة أخرى هذا اللاعب للبحث عن تقديم وإمتاع جمهور البركاني الذي مر فترة كذلك بالماس وبرجاء. كرة أمامية الجهة اليمنى، تعود من جديد تغطية دفاعية وتمس. نقول أن بداية الجولة الثانية أحسن بداية الجولة الأولى، فيها كل فريق يحاول انه ياخذ مبادره يوصل المرمى الخصم. كره اماميه ترجع من بلطام، كره عند فتاح، فتاح عند ايفونا، مالك ايفونا كيمر الكره عند فتاح، تغيب حتى على العرضيه، كيرفع كره دائريه لكن اقرب الى محمدينا. كنترول طريقة جيدة عند مامادو، مامادو مصدر الخطورة في الخط الأمامي لنادي نهضة بركان. خطأ سورونانغا مامادو، لعبت كرة بسرعة، البحث عن تسديد، تسديدة وتدخل نادر المياغري، حل التسديد من بعيد هذه المرة كان عن طريق عادل الحسناوي بين يدي الحارس نادر المياغري.
ورم جديد في وسط الميدان عند الكرتي. الكرتي كيمرر عند الخالقي. الخالقي عند الكرتي. تلعب من جديد وتمحس. تمس. تمس وخطأ. لعبت كرة بسرعة. الجهة اليمنى. تمس احنا مجموعة من اللاعبين. مشكلة الفريقين. هناك حلول مرتقبة وبدائل بالنسبة لكل مدرب سواء عبد الرحيم طالب أو يوسف المريني. الملكين هنا مسجل هدفين. طوشي. مرة الكرة عند المسن. كرنا المسن دخل كبديل مكان محمد بن رابح اللي تصاب، وبالتالي كان تغيير اضطراري في الجولة الأولى. خالقي. خالقي حتى على التمرير كرجع من كوني عند خالقي والتماس. حديد سراج والخالقي. كرة أمامية. تغطية دفاعية كترجع. هناك خطأ. رامي. جماهير الوداد تتفاعل وجماهير نهضة بركان كذلك تترقب وتنتظر معطيات جولة ثانية الحسم فيها بالأهداف فقط من أجل الفوز بنقاط هذه المقابلة. تفتح في جيلنا عند خالقي. خالقي عند كرتي. كرتي. خالقي. خطأ. قطع لصالح اللاعب الخالقي. مصطفى كومبي يحاول يمنع الخالقي من تنفيذ الخطا بسرعه. تبع عمليه التنفيذ. فرصه لصالح فريق الوداد عن طريق كره ثابته بعد مرور 60 دقيقه. نبيل الولجي. نبيل الولجي برجله اليسرى كيرفع كره دائريه عاليه البحث عن راسيه داخل منطقه العمليات. وتدخل احمد محمد في كره كانت خطيره من مهاجمي فريق الوداد. كتلعب كره اماميه البحث عن الهجمه المرتده في اتجاه مهاجم فريق نهضه بركان. هناك خطا. تنفذ الخطأ. كرة أمامية داخل منطقة العمليات. كنترول عند مامادو. مامادو كيعرض على كورتو. مامادو. مامادو بتتالية كبيرة في الخط الأمامي أمام ربعة ديال المدافعين. كترجع مرة أخرى السردي. الكاس كيبحث على التمرير كيرفع كرة عالية. كترجع مرة أخرى عند فتاح. طريقة جميلة فتاح. داخل منطقة العمليات كيحاول أنه يبعد الكرة وتمس. شوفوا الإعادة. الكرة خلقت مشاكل لدفاع فريق نهضة بركان من الخالقي وفابريس أونداما. كرة من جديد لصالح فريق نهضة بركان. النهضة البركانية في هجوم جديد أمام مرمى فريق الوداد. وتماس. التماس سرعة. بحث عن انطلاق من الخلف. كتلعب كرة عالية راسية.
لعب من جديد كرتي الجهه اليمنى عند الخالقي. خالقي قطوعه وتماس. تدخل من اللاعب السردي. تلعب كره من جديد الكاس كيراوغ. تدي له كره. اصبح من عند فابريس. فابريس تجاه كوني. تفاهم بين فابريس وكوني. تلعب كره عند كاس. كاس كيبحث على التمرير. كيمرر الكره الجهه اليسرى عند كوندي. كوندي عند كاس. عند سراج. سناوي. كره براسيه كترجع لورا عند بلطام. الجهه اليمنى كيحاول الرهدوني يرفع الكره عاليه اتجاه مامادو. مامادو تلعب كره كتصبع عند عناصر فريق الوداد عن طريق الولجي. كره من جديد كوني غيبحث على التسديد من بعيد. كيسدد كره قويه لكن بعيد عن مرمى الحارس محمدينا. شوفوا الاعاده تسديده من اللاعب كوني. كانت بعيد عن مرمى الحارس احمد محمدينا. كرسي احتياط فريق الوداد يترقب ويتابع هذه الدقائق. هناك كره اخرى عن مامادو. مامادو كيرفع كره عاليه داخل منطقه العمليات لصالح عناصر نهضه بركان عند عبد المولى. عبد المولى بالرابح يرجع الكره لورا. رادوني كيرفع كره عاليه. هناك تغطيه دفاعيه بالراس كتلعب كره بسرعه. سراج والتماس. كرتي كبير في وسط الميدان الان بين الفريقين. لعب كره في الجهه اليسرى. حاول من رواق الايسر. تلعب من جديد عند باكاري كوني. من عند خالقي. خالقي رامي طوع الكرة أو كترجع مرة أخرى عند كرتي. كرتي بطريقة جميلة يحاول أن يمرر. ترجع عند كوني. باكاري كوني تلعب بينه وبين مالي كيفونا. مقطوعة مرة أخرى من كوندي. سن يمرر. لاحظوا أنك يغلقوا كل ما مرات عناصر فريق نضج بركان أمام عناصر فريق الوداد من أجل منع الفريق من الوصول إلى منطقة العملية. التماس. التماس. لف التماس. رجع الكرة بالراس. مرة أخرى. محاولة. كوناتي الجهه اليمنى. عبد المولى. عبد المولى بالرابح. تلعب مره اخرى من جديد صالح فريق نهضه بركان. تلعب مره اخرى في الجهه اليسرى. هذه الكرة. وتماس. صراع كبير في هذه الدقائق بين الفريقين. أربعة ديال الأهداف شفناها في الجولة الأولى. مأموريا ربما صعب شيئا ما على الفريقين لأن رغم أن اللعب مفتوح لكن كاين تخوف وحيطة وحذر وغالق الممرات بشكل جيد. تماس صالح فريق نهضة بركان. نتابع عملية تنفيذ التماس. السنة الماضية هنا تسديدة لكن فوق المرمى. السنة الماضية
ففريق الوداد فاز على نهضة بركان بالذهب، وفريق نهضة بركان فاز بالإياب. والغريب أن نهضة بركان فاز مركب محمد الخامس، وفريق الوداد فاز بالملعب الشرفي لمدينة وجدة. هذا مستوى لقاء الفريقين في دوري الموسم الماضي. لعب كرة من جديد وسط الميدان، البحث على التمرير، كترجع عند كرتي، كرتي عند كوني، هناك لاعب سقط على الأرض، لاعب سقط على الأرض، واللاعب لمسن. كان منذ التحاق المريني تعادل فريق نهضة بركان أمام فريق الجيش الملكي 0-0. فاز على وداد فاس بهدفان مقابل شيء، وفاز على الجميع السري بهدفان مقابل هدف، وتعادل أمام دفاع الحسن الجديد 0-0. فريق نهضة بركان اللي انطلق هذا الموسم بهزيمة أمام المغرب تكواري بهدف نفس النتيجة، فاز على اولمبيكاس في بهدف مقابل شيء، وتعادل امام اولمبيك ليف بهدف مقابل هدف، وصفر مقابل صفر امام الرجاء، ونهزم امام النادي القنيطري بهدفان مقابل شيء، ثم نهزم امام شباب الريف الحسيمي بهدفان مقابل شيء كذلك، يواجه في الاسبوع المقبل نادي حسنيه اكادير. كرة الجهة اليمنى، فريق الوداد انطلق بالتعادل أمام فريق دفاع الحسن الجديدي 0-0. فاز على النادي القنيطري بثلاث أهداف مقابل شيء، ونهزم أمام الحسنية بهدفان مقابل هدف، ونهزم أمام الكوكب بهدفان مقابل شيء، وعاد يتذوق طعم الانتصار فوز امام الفتح بهدفان مقابل لا شيء. هنا تمريره عرضيه داخل منطقه العمليات، ثم الوداد فاز على المغرب الفاسي بهدف مقابل لا شيء، وتعادل امام المغرب تطواري هدفان في كل شبكه بنفس النتيجه امام اولمبيك اسجي، وفاز على اولمبيك ريف بثلاث اهداف مقابل هدف، وتعادل في الدير ب 115 هدف مقابل هدف. والان هناك تعادل بينه وبين فريق نهضه بركان هدفان في كل شبكه، وسيرحل لمنازله فريق شباب ريف الحسيمي في الجوله المقبله. هنا ركنية تنفيذ عبد المولى بن رابح رجل الاختصاص عن طريق الرجل اليسرى، كتلعب كرة دائرية عالية، وهنا راسية كترجع عند الرعدوني، الرعدوني كيمرر كرة راسية، وراسية مباغتة ويقظة من نادر المياغري أمام راسية محمد عمر كوناتي، كرة لم تكن في البال ولا في العسبان عن طريق كوناتي عن طريق تسديدة، هنا محاولة كترجع من جديد، فرصة لفريق الوداد كتلعب كرة بسرعة في جهة مالي كيف، هنا مقطوعة من الحزناوي كتلعب مرة أخرى لصالح عناصر نهضة بركان أمامية، وهناك خروج للحارس نادي المياغري. كرة أمامية كتلعب بسرعة، كوناتي خالقي مسن كرتي، كرتي تلعب عند باكاري كوني، كوني كيمرر كرة مقطوعة بسرعة من دفاع فريق نهضة بركان، سردي عند السراج، السراج كدي له كرة مالك إيفونا، إيفونا فرصة عند كوني، كوني كيمرر كرة قريبة عند الرعدوني، الرعدوني في الجهة اليمنى، عبد المولى بن رابح ترجع مرة أخرى، تمريرة مبعدة من الخالقي، هناك خطأ يقول الحكم لصالح اللاعب عادل السراج.
إذن شوفوا الإعادة لكرة كانت رأسية من كوناتي المدافع اللي حاول أنه يسجل هدف. اللاعب سراج لازال او كي نهض فهاد الادنى وغادر ربما تلقي الاسعافات. حديت كوناتي وفابريسون داما احتياط السهم البركه و كذلك احمد الطالبي وباقي الاسماء على مستوى تشكيله فريق نهضه بركان. كرة أمامية تلعب طويلة راسية تلعب مرة أخرى في وسط الميدان. علوم جاوس راعي فتاح فتاح كيرفع كرة عالية داخل المنطقة العملية هناك تسلل. يقول الحكم المساعد الأول هشام مامي 74 دقيقة دائما التعادل هدفان في كل شبكة. كرة أمامية خطأ يقول الحكم خطأ صالح اللاعب مصطفى كوندي لاعب المحترف المالي. خلف الكرة هناك سراج عادي سراج في التنفيذ عادي سراج يلعب كرة دائرية داخل منطقة العمليات ونراسية كيتصاب نادي المياغري بعد ما المهاجم كان كيبحث يلعب بالكرة محمد عمر كوناتي وكيصطدم بالحارس نادي المياغري اصطدم بالحارس نادي المياغري في التدخل الاخير. شوفوا الاعاده الكره نتمنوا ما تكونش خطيره ما يكونش خطير التدخل الاخير نادي المياغري لان كان تدخل بالرجل. لاحظوا تدخل مباشر ل نعم يتلقى الاسعافات الحارس نادي المياغري عميد فريق الوداد. ممكن هض المياغري بالفعل كنظن ان محمد عمر كوناتي كان يبحث على الكرة حاول انه يبحث على الكرة لكن الريش ديالو مشات في اتجاه الحارس نادي المياغري. مثلا توقف الاسعافات اللي كيتلقاها الحارس نادي المياغري كينهض في هذا الاثناء تحت تصفيقات الجماهير الحاضره. لهذا الكره اللي صاب من خلالها حارس نادي المياغري إذن تابعوا هل تتمم المواجهة الحارس المياغري. الحديث بينه وبين طبيب الفريق
الهلالي العربي. اطمأن الى حالة الحارس نادر المياغري. حتى محمدي نصعد باش يطمئن على الحارس وكذلك بالرباح. هذه الروح الرياضية شيء عادي جدا مفروض في خدمات كرة القدم كرياضة بالأساس، تسود الروح الرياضية. لأن تستأنف اللاعب بضربة مرمى على أساس أن الجمهور كيحتج على أساس أن كان هناك خطأ للحارس نادر المياغري، لكن ممكن أحفر شوفوا الإعادة باش شوفوا واش الكرة كانت في رقعة الميدان ولا تم إخراجها وتم استئناف لاعب ضربة مرمى. غادي نواكبوا ونسيروا المقابلة في انتظار رجعوا للحالة. هنا كرة أخرى إلى الجهة اليمنى كترجع من جديد البحث عن اختراق منطقة العمليات، ومرة أخرى اصطدام وخطأ يقول الحكم. اصطدام يطلب التغيير، نادي المياغري يطلب التغيير في المحاولة الثانية في أقل من دقيقتين. اصطدام آخر يطلب التغيير، هل سيكون البديل المقبل هو الحارس؟ شوفوا الإعادة. كأس مر الكرة وعبد المولى بالرابح يحاول يوصل الكرة واصطدام. اصطدام مرة أخرى، ولكن ممكن أحفر شوفوا الإعادة ديال التدخل الأول. احتجاج من الجمهور بسبب استئناف ضربة مرمى. المياغري الحالة يطلب فيها التغيير، نقترب من ثواني قليلة ونقترب من فيها من 10 دقائق الأخيرة من عمر هذه المواجهة. اللقاء الافتتاحي للدورة 11 من الدوري المغربي الاحترافي. لأن المياغري يتمم المقابلة كرة من الجهة اليسرى كتلعب من جديد عناصر فريق الوداد. فابريسو انداما كرتي يلعب كرة كترجع أمام يمن السردي تماس. هناك تغيير يدخل كبديل عمر نجدي، يغاب منذ مدة عن تشكيلة فريق الوداد. الانتدابات ذات القيمة المالية الكبيرة، أصبح جليس الاحتياط في تشكيلة فريق الوداد. كرة من الجهة اليمنى كتلعب كرة دائرية، محاولة الإبعاد عن فتاح، فتاح يبحث عن تسديد كيزداد، سعيد فتاح يسدد وفوق المرمى، فوق المرمى التسديدة الأخيرة. لأن البديل هو نجدي، نتابع مكان من كرة أمام يمن محمدينا راسية كتلعب مرة أخرى، فرصة صالح فريق نهضة بركان داخل منطقة العمليات كيمرر الكرة. كرة كانت خطيرة ما تمكنش منها عبد المولى بالرابح، كتلعب مرة أخرى الدقيقة الأخيرة. سيبحث فيها الفريقان عن هدف الخلاص وهدف الانتصار، عن الهدف الثالث الذي ممكن أو يمكن أن يكون هو صاحب الثلاث نقاط. سنتابع الدقائق المقبلة، هل هناك إمكانية هنا وهناك؟ لأن التغيير وخروج وليد الكرتي ودخول عمر نجدي. لأن
يستثني في التماس، حاول الانطلاق كترجع مرة أخرى لصالح فريق نهضة بركان. سراج تلعب من عمر كوناتي، هو تماس خالقي، خالقي تماس مرة أخرى لصالح فريق الوداد. خطأ يقول الحكم، تنفيذ هناك اللاعب مراد المسن، التغيير مرتقب، غادي يدخل اللاعب وسام البركة. مريني دوره يجيب على تغيير ديال طالب بالنسبة لشراكو لنجدي دور المهاجم. هناك مهاجم آخر اللي غيدخل مكان أمين الكاس هو وسام البركة. إذن وسام يدخل بديل الكاس للجلد في الأول لفريق نهضة بركان. تلعب كرة عن طريق نبيل الولجي، كيلعب كرة دائرية داخل منطقة العمليات رأسية، كترجع مرة أخرى لصالح فريق أو خطأ يقول الحكم لصالح فريق الوداد. دفاع بدني كبير في هذه الجولة الثانية، كنعتبر أن هناك خطأ بعد تدخل للاعب عادل الحسناوي. اللاعب عادل الحسناوي لا زال ساقط على الأرض. الإسعافات غادر تلقي الإسعافات الأولية. نادي المياغري كيصعد، إذا كان ممكن أحفر شوفوا حديث نادي المياغري مع لاعب فتاح وكيرجع للمكان ديالو. حديث مع سعيد فتاح، ولا زال نادي المياغري كيشير لأحد اللاعبين. وهذه من بين مميزات الحارس نادي المياغري، انه يساعد اللاعبين بالرؤيه ديالو، خصوصا زاويه الرؤيه ديالو كتكون جيده، هو الحارس كيشوف كل شيء امامه، تموقع اللاعبين وتمركز ويعرف كل صغيره وكبيره. باكاري كوري في التنفيذ، غادي يلعب كره دائريه باكاري داخل منطقه العمليات، كترجع مره اخرى عند الرعدوني. رعدوني كيرفع كره اماميه في اتجاه عبد المولى بن رابح. عبد المولى بن رابح يحاول انه يراوغ، عبد المولى يحافظ على كورته عبد المولى، وخطا يقول الحكم، خطا لصالح بن رابح. شوفوا الاعاده، فرصة داخل منطقة العمليات دائما لصالح فريق نهضة بركان. كانت كرة خطيرة من الجهة اليسرى. مرة أخرى محاولة والبحث عن التغطية الدفاعية، كيسترجعوا الكرة عناصر فريق الوداد. بناء هجومي. محاولة من نبيل. كتلعب كرة للجهة اليمنى عند نجدي. نجدي عمر نجدي. نجدي غيبحث على تمرير، كيمر عند المسن، المسن عند خالقي. هناك السراج السردي تماس. خالقي المسن عند خالقي، الخالقي كيبحث على انه يرفع الكرة. الخالقي أجملة كيراوغ، تغطية دفاعية من مصطفى كوندي، إبعاد الكرة إلى التماس. المسن يرفع كرة عالية راسية، كترجع عند المسن مرة أخرى اللي غيبحث على التمرير، أو غيبحث على التمرير في الجهة اليسرى. مضطر لاعب إيفونا للبحث على الكرة. مراوغة، عملية الانطلاق من عند عبد المولى. الجهة اليمنى الرعدوني تلعب كرة أمامية،
هناك عطوشي عند المياغري، المياغري يرفع كرة عالية هناك راسية، خطأ يقول الحكم لصالح اللاعب مالي كيف هنا. طابع التدخل من كوناتي لصالح فابريسون داما، عفوا افتح ايفونا، تتمرر مقطوعة، رجع مرة أخرى فابريس، كرة عند ايفونا، خطأ يقول الحكم لصالح اللاعب مالك ايفونا. الكرة لصالح فريق الوداد عن طريق كرة ثابتة، اختصاص عملية التنفيذ هناك نبيل الولجي، يكون تغيير للهجمة اللي كان اللي كانت من طرف عناصر فريق نهضة بركان، لأن التغيير يدخل عثمان بناي، نتابعوا مكان من؟ مكان مصطفى كوندي. تابعوا الفرصة أمام فريق الوداد عن طريق كرة ثابتة. أذكر بالنتيجة هدفان في كل شبكة، أربعة ديال الأهداف كانت في الجولة الأولى، الجولة الثانية ما كانش فيها هجمات كثيرة ومحاولات حقيقية للتسجيل. الجولة الأولى كان في أخذ ورد بين المهاجمين على مستوى الشباك، هذا الشباك بكاري كوني أم نبيل الولجي. نتابعوا عملية التنفيذ، نبيل الولجي أم بكاري كوني، بكاري كوني ربما، والولجي كيسدد. اللاعب نبيل الولجي، هدف الروعة بمكان، الروعة بمكان عن طريق الرجل اليسرى في الزاوية 90، هدف جميل جدا. غادي نشوفوا، غادي نشوفوا الإعادة، الهدف تلعب بطريقة جميلة من نبيل الولجي اللي سبق وسجل هدف من كرة ثابتة في الدوري المغربي هذا الموسم رفقة فريق الوداد، لكن الطريقة ديال هذا الهدف كتبقى خاصة. لاحظوا الإعادة، لاحظوا الإعادة في الزاوية 90، رغم أن محمدينا حاول أنه يوقف الكرة، والهدف الثالث للوداد في آخر الأنفاس، ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثلاثة أهداف مقابل هدفين. الآن فرحة نبيل الولجي القادم من الكودي من النادي المكناسي من أجل تحقيق وتسجيل أهداف عن طريق كرة ثابتة أو عن طريق التسديد من بعيد. بطاقة صفراء، إذن جماهير الوداد تتفاعل مع هذا الهدف، وفي نفس الوقت شفنا ردة فعل يوسف المريني. هنا تغيير، غادي يدخل اللاعب أنس الأصبحي، أنس الأصبحي هو البديل المقبل. هنا 6 دقائق وقت بدل ضائع، كتلعب كرة عند السردي، سردي كرة أمامية مقطوعة من الرامي، كتلعب مرة أخرى من كوناتي، عطوشي إلى التماس، لعبت كرة من جديد من بناي، عثمان بناي بالكعب، طريقة جميلة وتماس. هنا التغيير، غادي يدخل مكان بكاري كوني، يدخل أنس الأصبحي. الأصبحي مكان بكاري كوني، شوفوا الإعادة، الهدف تسجل بطريقة جميلة من نبيل الولجي. نبيل الولجي اللي يمكن نقول انه بعد الهدف يمكن نقول انه
يعطي اضافه نبيل ولجي كاسم بالنسبه للكرات الثابته وتزيد عن طريق الكرات الثابته وتجي الهدف، لان كان هذا نقص صراحه، لان قلما لقينا اهداف كتجي عن طريق الكرات الثابته. نبيل ولجي اصبح كيختص بهذه العمليه، حال تسديد من بعيد اللي هو نقص بحد ذاته الكره المغربيه في الدوري المغربي عن طريق تسديد من بعيد كذلك. بالتالي هذه اشياء اللي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. هنا كره لصالح فريق الوداد من الجهه اليمنى، نجدي، نجدي كيبعث الاختراق والتغطيه الدفاعيه من اللاعب اسماعيل السردي والتماس. فريق نهضه بركان حاول ان يتقدم في النتيجه في الجوله الثانيه، لكن الحلول غابت عن الطرفين ما عدا الكره الثابته اللي كانت هي الحل. كره من جديد من نجدي، مقطوعه كتصب عند عبد المولى بن رابح، عبد المولى بن رابح ما كاينش خطا كيقول الحكم، كتلعب كره من جديد عند المسن، المسن كيعاود على كورته، المسن وخطا يقول الحكم لصالح اللاعب مراد المسن، خطا لصالح اللاعب مراد المسن يقول الحكم. شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده، كان تدخل من اللاعب عادل السراج. كره اخرى عن طريق كره ثابته خلف الكره، هناك اللاعب سعيد فتاح، سعيد فتاح تنفيذ الخطا. كان سعيد فتاح غادي يلعب كره، فرصه لصالح فريق الوداد، كتلعب كره في اتجاه المرمى لكن فوق مرمى الحارس احمد محمدينا. محمدينا في التنفيذ كيلعب كره عاليه، فتاح ما تمكنش من الكره، كترجع عند مامادو، مامادو كترجع كره عند المسن، المسن في الجهه اليمنى، اصبحي عند النجدي، نجدي عند المسن، المسن عند الخالقي، الرامي، الرامي كيرفع كره اماميه في اتجاه مالك ايفونا او فابريس اونداما، فابريس، فابريس كيعاود على كورتو، فابريس حكم يقول ان هناك خطا هذه المره لصالح فريق نهضه بركان. صالح اللاعب بلطام يقول الحكم كتلعب كره اماميه، هناك تغطيه دفاعيه، هناك امكانيه رؤيه اهداف اخرى في الدقائق المتبقيه. كره اماميه كترجع من جديد عند بلطام، بلطام كيلعب كره عند السراج، السراج كينطلق بالكره كيبحث على التمرير والمسانده، كتلعب عند السردي، سردي مقطوعه الكره كتصبع عند المسن، المسن امامه نجدي وامامه فابريس اونداما ومالك كيفونا. كره عاليه الولجي، المسن، السراج كياخذ الكره، كتلعب عند بناي، عثمان بناي، هناك خطا يقول الحكم، خطا لصالح اللاعب عثمان بناي. شوفوا الاعاده لهدف نبيل الولجي ورده فعل اللاعب. شدت كره بطريقه جيده، تابعوا فرصة فريق نهضة بركان عن طريق كرة ثابتة في تنفيذ السردي، السردي خلف الكرة تلعب كرة دائرية، هناك إبعاد من فابريس اونداما في دور دفاعي، هناك تسلل يقول الحكم المساعد الثاني، عناصر كرسي احتياط فريق الوداد تترقب وتنتظر هي لحظة الوصول إلى الصدارة رفقة المغرب التطواني في حالة انتهاء المقابلة بهذه النتيجة المسجلة. بالفعل
فريق الوداد ينتصر امام فريق نهضه بركان 3 أهداف مقابل 2. والوداد الان اصبح في الصداره رفقه فريق المغرب التطواني ب 19 نقطه. اذا المشاهدين الكرام هكذا كانت الامور في اولى المباريات الافتتاحيه بالنسبه للجوله 11 من الدوري المغربي الاحترافي، ب5 أهداف في المجموع، 3 أهداف لهدفين وفوز فريق الوداد امام فريق نهضه بركان. مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذا يسر مراكش، احييكم على ملقاء بكم باقي المناسبات المقبله في امان الله.